اعرف انا دلوقتي اقدر اروح الاقيه في الصيدليه العاديه؟ لان انا عارفه ان كل حاجه موجوده في الصيدليه لازم تكون مرخصه. طبعا. صح كده؟ ده امان اكيد. يعني موجود أكيد. في كل الصيدليات. ألب مالتي فيت موجود أقدر أقول 70% من صيدليات مصر، لكن موجودين في سلسلة صيدلات مشهورة بتبقى موجودة في كل المحافظات. أوكي. فمش هقدر أقول أسماء الصيدليات، هنقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة والكول سنتر هيرشحه. أوكي. نقدر أقدر أقول أن ألب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء. أوه. وده حاجة داعمة جدا لكل الناس اللي بتتفرج عليا إن إحنا بنتكلم على منتج مسجل. طبعا معانا صوره الشهاده اهي، تسجيل منتج غذائي. ده امان لكل الساده المشاهدين، من حقهم يشوفوا ترخيص المنتج. انا كمشاهده مهما الدكتوره قالت انا من حقي اشوف ترخيص المنتج قدامي. ده صحيح، لانه احنا بنشوفها على اونلاين حاجات والناس بترشح منتجات وما بنبقاش عارفين عنها حاجه اصلا. لا. يا دينا طبعا شركه بايوناتشرال بشكرها جدا انها دعمت ان الترخيص يطلع على الشاشه، ومعنى انه مرخص يبقى موجود في الصيدليات. وبقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا ما تاخدوش مكملات غذائيه ادويه مجهوله المصدر، خدوا الحاجات دي من الصيدليه. الصيدليه على طول اعرف انها امنه ومرخصه من الجهات المختصه. طب قول لنا بقى الجرعات بتاعته ايه بقى؟ الجرعات قد ايه في اليوم منه؟ انا شايفه انه في ثلاث شرايط. ثلاث شرايط يعني هو 30 كبسول. 30 كبسوله. اسعاره ايه بقى؟ يعني السعر رائع، السعر متناول الجميع. متناول الجميع بلا استثناء، من الغني للفقير. أوكي. لان الصحه وان احنا ندعم الصحه ده حق كل الناس بكل فئات المجتمع المصري اكيد. اوكي. الجرعه المناسبه المصرح بيها هي كبسوله واحده في اليوم. كبسوله. أوكي. يمكن بيقولوا مثلا طب احنا عايزين ناخد كبسولتين، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الدكتور المختص لو هي محتاجه، سواء سيده او رجل، لان اكيد داعم جدا للرجل كمان يسالوا لو انا محتاجه اكتر من كبسوله. لكن الكبسوله المصرح بيها هي كبسوله واحده في جميع الاعمار. هاخدها امتى يا عظيمه؟ ممكن اخدها بعد الفطار، بفطر فطار كويس. ايوه. وباخدها على كوبايه ميه كبيره او بعد الغداء. طيب حلو، ممكن اعرف بقى الاعمار؟ يعني انا ممكن استخدمها العمر ايه؟ يعني بتبدا من عمر كام لحد كام؟ نقدر نقول نبدا من سن المراهقه، يعني 13 14 سنه مفيش مشكله. يعني كمان الولاد يقدروا، يعني طبعا في العمر ده يقدروا. انت عارفه في الوقت ده يا عظيمه او في العمر ده طول الوقت بتلاقيهم للاسف بيبقوا في الشارع وبياكلوا جانك فود وبياكلوا اكل وما بتلاقيهمش بيحبوا بقى السلطات قوي، بيحبوا الخضار قوي. بالظبط. او اكل البيت عموما، اكل يعني. البيت. فلازم ندعم الفيتامينات الناقصه بالمكمل الغذائي المرخص من هيئه سلامه الغذاء ألب مالتي فيت. واكيد احنا شايفين على الشاشه الميزه المميزات ألب مالتي فيت كلها. حلو. يعني ده اللي موجود على الشاشه والله دلوقتي. ان هي يعني الناس تقرا وتشوف وتبقى شايفه بعينيها كمان التصريح. والاهم من ده بقى عايزه اسالك اصحاب الامراض المزمنه عشان ده سؤال مهم جدا. في اصدقاء لينا بيشوفونا اصحاب امراض مزمنه، هل يقدروا يتعاملوا مع ألب مالتي فيت بكل امان وسهوله ولا ايه الدنيا؟ ألب مالتي فيت ما فيهوش اي ماده فعاله تتعارض مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه اطلاقا. تمام. هو مكمل غذائي طبيعي، فيتامينز، ما فيهوش مواد فعاله تتعارض مع اي ادويه. طبعا اصحاب الامراض المزمنه ما فيش مشكله ان هم ياخدوا ألب مالتي فيت مع الادويه روشته الدكتور رقم واحد، والفيتامينز هي بس داعمه للصحه، داعمه للمود، داعمه للنشاط، داعمه للتمثيل الغذائي فقط. يقدروا كمان يسالوا الدكاتره والطبيب المختص. اوريدي الطبيب المختص ما فيش اي مشكله اكيد هتبقى معاه ان هم يدعموا بالفيتامينز. لو عندي كونسرن بسيط جدا، فئه بسيطه جدا، اصحاب امراض التليف الكبدي او امراض الكلى، اي حاجه بياخدوها ايا كانت، حتى الاكل احيانا اللي بياكلوه والشرب بيسالوا الطبيب المختص. اكيد. طب خلينا ننتقل لفتره الحمل والرضاعه. دي برضو فترة مهمة طبعًا للمرأة جدا. طبعًا طبعًا. طيب بتقدر تتعامل مع ألب مالتي فيت ازاي؟ هتقدر تاخد ألب مالتي فيت من جدا جدا. أوكي. لكن تقدر كمان تسأل الدكتور المختص، لأن ممكن تحتاج كالسيوم أعلى. زي ما أنا قلت ألب مالتي فيت فيه 70 ميلي جرام، هي محتاجة أعتقد 1200 ميلي جرام. فتقدر تسأل الدكتور لو محتاجة تاخد سابلمنت كالسيوم مع ألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت فيه فوليك أسيد، لأن أوريدي الست الحامل من بتحتاج. قبل ما بتحمل. صحيح. حتى من قبل ما بتحمل في خطة الحمل والدكتور بيمشيها على الفوليك أسيد. أوكي. عشان الفوليك أسيد أول ثلاث شهور كمان من الحمل طبعا. فتقدر تستشير برضو الدكتور.